السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جاب عنوان الرجاء يتعادل في الديربي ويحافظ على الصدارة. وانتهت مباراة الديربي اللي جمعت فريقي الرجاء الرياضي والغرين التقليدي بالتعادل السلبي 0 لمثله، وذلك برسم مؤجل جولة 25 من البطولة الوطنية. وما شهدتش مجريات الشوط الأول محاولة سانحة للتسجيل من كلا الفريقين، باستثناء رأسية اللاعب أيوب العملود اللي صدى الحارس أنس الزنيتي وتسديدة عمر العرجون اللي بعدت تاكناوتي الركنية. وجا الشوط الثاني شبيه للشوط الأول إذا عرف شح على مستوى فرص التسجيل رغم التغييرات الكثيرة اللي قاموا بها المدربين، بحيث أشرك جمال السلامي جميع أسلحته الهجومية بإدخال حميد أحداد عبد الإله الحفيظي ومحمود بن حليب، وهو نفس الشيء بالنسبة للطاقم الغريم التقليدي. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0 لمثله، وبهذا التعادل عزز فريق الرجاء الرياضي صدارته للبطولة الوطنية برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة على الفريق الأحمر اللي كيتوفر على 48 نقطة في المركز الثاني. جمال السلامي التتويج بين أيدينا بعد التعادل أمام الوداد، وأكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي أن مباراة الديربي كانت جد صعبة خاصة في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على لقب البطولة الوطنية هذا الموسم. وأبرز جمال السلامي بعد نهاية المواجهة المذكورة في تصريح القناة الرياضية أن الشوط الأول افتقد الفريق النسق الجيد قبل ما يتم تعديل الخطة في الشوط الثاني من خلال بعض التغييرات اللي كادت أنها تخلق الفريق، غير أن التسرع حال دون تسجيل أي هدف، لكن التعادل في الظروف كيبقى جد إيجابي. ووضح مدرب نصر الخضر ان النتيجه ديال التعادل كتخدم مصالح الفريق الاخضر، وان التتويج باللقب المحلي بين ايدي الرجاء الرياضي، وباقي المباريات لابد من التركيز فيها بشكل اكبر لحسم البطوله الوطنيه لصالح الفريق واهداء الجمهور الرجاوي في اخر الموسم. هذه مده غياب عبد الرحيم الشاكر عن الملاعب. وفي تفاصيل الخبر جرات احد المواقع الالكترونيه حوار مع طبيب فريق الرجاء الرياضي محمد العرصي حول طبيعه اصابه اللاعب عبد الرحيم الشاكير في لقاء الديربي اللي جرى بالامس. العرصي قال انه اثر ارتقاء الشاكير في اتجاه الكره واثناء النزول ديالو الثقل الكامل كان على رجل واحده عوض الرجلين معا، وهو الامر اللي احدث لي تمزق عضلي. وزاد العرصي ان اصابه عبد الرحيم الشاكير صعبه وغتطلب بعض الوقت قبل العوده ديالو مجددا للفريق، وضاف ان اليوم غيخضع لعلاجات طبيه بخصوص العضله وغدا غيجري فحص براني المغناطيسي باش يعرفوا مدى حجم الاصابه والمده الزمنيه اللي غيغيب فيها على الفريق الاخضر. وختم العرصي ان عبد الرحيم الشاكير غيكون غيب على المباراتين المقبلتين ضد سريع واتزم ومولوديش وجده، وتمنى باش يرجع اللاعب المذكور في اقرب وقت للفريق بحكم حاجه المدرب جمال السلامي لكل العناصر ديالو في هذا المنعطف الحاسم بالموسم. جمال السلامي ينفي التفاوض مع اي فريق قطري، وقالت صفحه الدائر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه في اتصال اليوم بجمال السلامي حول ما كيروج من المفاوضات مع فريق قطر القطري نفى نفي قاطع هذه الاخبار الزائفه اللي تم الترويج لها من احد الوكلاء بغي يتزعزع الاستقرار التقني بالفريق، وقال ان وضعه العائلي ما كيسمحش ليه اصلا بمغادره البلاد، وحسب رايه كيدخل هذا الشيء كله في خلق جو مشحون بين مكونات الفريق الاخضر. وفيما يخص لقاء الديربي فقال انه كيتاسف على النتيجه وكيتحمل مسؤوليه ذلك، لكنه واثق من تحقيق مراد الجماهير الا هو الفوز بلقب البطوله الوطنيه هذا الموسم. في المقابل ذكرت مصادر اخرى انه كاين اعمال اللاعبين كيلعبوا في فريق الرجاء كيروج الاخبار كاذبه على السلامي لسبب واحد، هو كون اللاعبين كيحترموا المدرب وما كيرفضوش ليه الطلبات ديالو حتى في اصعب الاوقات ملي كيطالبوا بمستحقاتهم اللي مازال ما توصلوش بها. في نفس الوقت السلامي قنعهم وقال لهم بالحرف صبروا مع الفرقه حتى تدوز هذه المرحله الحاسمه. الوكيل المذكور رفقه مسؤول سابق في فريق الرجاء كيقوموا بحرب حاليا على الفريق الاخضر بالترويج الاشاعات، الهدف منه هو زعزعه الفريق فقط والضغط على الاداره بهدف صرف منح توقيع اللاعبين ديال الوكيل المذكور. رسميا تحديد موعد اجراء لقاء الرجاء الرياضي وسريع واتزم، وحددت لجنه البرمجه التابعه للعصب الوطني لكره القدم موعد اجراء مباراه فريق الرجاء الرياضي وسريع واتزم برسم مؤجل جوله 22 من البطوله الوطنيه. المقابله غتجرى يوم الاحد المقبل على ارضيه مركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعه 7:15 مساء. يشار ان المباراه المذكوره كانت تاجلت في وقت سابق بسبب تاكد اصابه 7 لاعبين من فريق سريع واتزم. الاخير اللي رفض يتم برمجه مقابلته قبل مباراه الدفاع الحسين الجديدي بعد ما تعافوا اللاعبين ديالو، لقاء اللي ما مسموحش للاعبي الرجاء تفريط في نقاطه الكامله الا بغاو يحافظوا على حدود الفريق الاخضر في التتويج بلقب البطوله رقم 12 في التاريخ ان شاء الله، خاصه انه مازال تابع الفريق عده مباريات صعبه ابرزت ضد مطارد مباشر اخر واللي هو نهضه بركان. الزمالك المصري يتلقى ضربه موجعه قبل ملاقاه الرجاء باصابه اوناجم.
وتلقى فريق الزمالك المصري ضربة موجعة بعد إصابة مهاجم المغربي محمد أوناجم قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء الرياضي برسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكشف الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على إصابة اللاعب أوناجم في الرباط الداخلي للركبة، الإصابة اللي بعدت على مباراة الفريق الأبيض الماضية أمام طنطا في الجولة 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المرتقب باش يغيب اللاعب أوناجم على الملاعب مدة 3 أسابيع كاملة جراء الإصابة اللي كانت لحقت به في لقاء الإنتاج الحربي يوم الأحد ما قبل الماضي، وكاين إمكانية كبيرة لغيابه ضد فريق الرجاء الرياضي اللي غيواجه الزمالك المصري ذهابا في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل على أرضية ملعب محمد خميس بالدار البيضاء، ويقدر يغيب كذلك على لقاء العودة بالديار المصرية في 24 من الشهر نفسه في ملعب برج العرب الإسكندرية. الزمالك تابع الرجاء خلال الديربي البيضاوي، وديما في عين على خصم الرجاء الرياضي المقبل في عصبه الابطال الافريقيه كلف فريق الزمالك المصري عضو من الطاقم التقني ديالو من اجل متابعه مباراه الديربي بين فريقي الرجاء الرياضي وغريمه التقليدي اللي تجرات امس الخميس بالمركب الرياضي محمد الخامس حسب ما اكدت وسائل اعلاميه مصريه. وركز ممثل الزمالك على فريق الرجاء الرياضي من اجل اعداد تقرير على طريقه لعب الفريق الاخضر ونقاط القوه والضعف تمهيدا للمواجهه اللي غتجمع ممثل كره القدم الوطنيه في الزمالك برسم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. النسخه ديال الرجاء اللي شافوا في الديربي غتزيد تخليهم يطمعوا في النهائي بحكم المستوى المتوسط اللي ظهر به الفريق البارح. كنتمنى ان النسور الخضر يحسموا البطوله ان شاء الله باش يوجدوا اللقاء الزمالك المصري اللي كيتعتبر صعب للغايه. الرجاء حاضر في حفل افتتاح متحف نادي خدمات رفح الفلسطيني، ودشن فريق خدمات رفح الفلسطيني الواقع بقطاع غزه اول متحف رياضي بفلسطين كيضم عدد من بطولاته وانجازاته بمختلف الالعاب، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرياضيه والسياسيه بفلسطين، والى جانب البطولات والالقاب كيضم المتحف عدد كبير من الشواهد على تاريخ هذا النادي بالاضافه للهدايا والاوسمه اللي صدرت على الاتحاد الفلسطيني لكره القدم واللجنه الاولمبيه الفلسطينيه بالاضافه للمجلس الاعلى للشباب والرياضه والانديه. وكان فريق الرجاء الرياضي حاضر في هذا الحفل ايضا وذلك من خلال شعاره اللي تواجد في ركن تبادل شعارات الانديه والفرق مع النادي الفلسطيني باعتبار الفريق الاخضر محبب بزاف عند الفلسطينيين بحكم اغنيه رجاوي فلسطيني اللي غزات العالم العربي، بالاضافه لزياره الفريق الاخضر مؤخرا لفلسطين برسم مواجهه اياب دور 16 من البطوله العربيه للانديه البطاله ضد فريق هلال القدس الفلسطيني. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فاب، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديد ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.